يا روزة غني يا ابن المحظوظة، ما انت شايل ورك فرخة وانا شايل حجل على ظهري. يا رب يتخرج اموت بقى. تيمور اتأخرت كده ليه؟ من ابويا اللي شايله على ظهري ده، مرمطني. وحشتني قوي. كنت وحشتني قوي. ايه ده، انت النهارده حلو قوي. ميرسي. انا امبارح كنت وحش قوي. ايه ده؟ شاي رومانسيه. عندنا امتحان يا معلم. خد، جبت لك انبوبه امير. يا لو طبعا الامتحان والامير هيلزق النيله بقى. فين تيمور؟ ما اعرفش. فودة فين تيمور؟ كتر ايه يا معلم؟ انت عايز تبوظ عينه؟ هات له موس. موس هات شنيور. يا ماشي الناس دي يا نوال بقى. انا بعت اجيب لك ميه سخنه. هتنفع؟ طب ما تجربي يا نوال الاسيتون. ايه كومبليزون؟ مين الناقه؟ قومي يا قوم بره بقى. انت لازم تفتح يا تيمور. ليه؟ عشان ماما مستنياك انت وباباك بكره. وافقت ان انا اتقدم؟ ايوه. وجايه تقولي لي بعد ما تعميت؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده، هتقوم تبقى كويس قوي دلوقتي. طب هات ايدك. يلا يلا يلا. رايح فين؟ فين؟ مبروك يا نوال. الله يبارك لك يا ياسمين. نوال انا هطير انا، عشان ايه انت فاجئتين؟ عايز استعد. انت هتمشي ازاي بعينك دي يا عم؟ شايف بس. يلا بسرعة. يلا بينا بسرعه بسرعه. يلا استاذه نوال مش هنا، وقالت لي ما تدخليش حد. تدخليش حد؟ اوعي يا هبله. ما شفتيهوش يا بنتي؟ وعينيه لازقه في بعضه وراح واقع على الارض. يا حبيبي صعب عليا قوي. او هكلمك تاني. انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح، بجد حاجه تقرف. ايه يا نونا، مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ ياه نسيتي اللي كان بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتحه قراها باباك وبابايا وخلاص، الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله الاسره يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. مدام رايح تخطب تلبس البدله دي يا بابا؟ افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك. بص كل الادويه دي ما تلزمنيش، ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعال عدلك كده فتره. استنوا نفسي تبقي موجود النهارده. طيب وركبي اهو رايح اخطب. وحشتيني يا زبيده. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانيه كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيده. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها يا بابا. هتخنق. انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزة. بيت يا لوزة. أيوة يا ستي. تعالي يا بيت. إيه اللي مرمي على الأرض ده؟ دي مية يا ستي، أنا لسه مسحة. أنت إيش عرفك أنت؟ مية إيه؟ ده عمل معمول لي. امشي هاتيلي شوية ملح عشان أفسده. امشي يا بيت. حاضر حاضر. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب.
الهي يخرب بيتك يا وليا يا معاطف، تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا وليا دي خرب. هات يا بنت، هات يا بنت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم، امسك يا بنت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب، لحسن مكتاب الله امسك دماغك ده واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالد؟ حبيبي ازيك يا روحي، عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالد. ليه مالك يا وائل؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا، هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده يا عالم، يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت، انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. تعالي اترزي اقعدي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. انت حره ياكل على نفسي بتاع بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف، انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا؟ خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. ولعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام منوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه؟ روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه، هتاكل منك حتة. الله، منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد باللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحة فين يا نواه؟ رايحة كوافير. فين سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا لا لا، اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي، خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه، سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي أمك اللي جايبها لك. يا راجل يا حمار، استنى عليا أنا هوريك. أنت رزق ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي أنت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسايق يا بابا. مش عاجبك العربية يا بابا؟ ما كترش الكلام، هتفتحي. بس انت ما تغلطش فيه، خليك بعيد. ما كترش الكلام، خليك بعيد عشان الجاكيتة ما تتكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. هتفتحن انا ترزح. ايه 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 يا تيمور. تيمور انا. لا كان معايا واحد قصير بس انت عارف راح فين. يا حبيبي يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسم. تيمور يا بابا.
اخبار الخلانوسه ايه؟ مش سافره، بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مش سافره بره مصر. لو كانت موجوده هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بامرها. خدي ورش شويه الميه على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. مش بره. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزه؟ عامله ايه معاكي لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما ايش ايش يا ماما جايالك يا نوال. ايش 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 بره 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 بره. عايزه ايه؟ مين اللي جاب شاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه حبش. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف فتفوق فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده؟ ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طمن ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطره بده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي. بشاندي بشاندي ده بركه البيت. زي ما يا بابا عيني. يا حبيبي يا ابني تعمل الملح في عيني يا بابا. ليه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. احرقني يا حبيبي. ما رضيتيش علينا يا هارب. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلام. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. استر استر من عيني يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارب. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجي لك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تتكلمش في حياتك. ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال. جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح. شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. انا قلت والله انه لا يجوز. الوليه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال؟ انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقى لنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم وامك يوم خطوبتنا. طب
ربنا يخليك حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت عازمها في المطعم ده. كل يا تيمور كل يا ابني، انت داخل على جواز محتاج ترم عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا، كنت بتجيبني ليه من زمان؟ والحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي، بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك ممكن بعد الخطوبه فاعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيها الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انت بتقول كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول من اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم، اعظم قصدي كبارات البلد، بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراه فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت متل. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا يا باشا ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. ايه ما تخافش يا عمي، أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هاتي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فوق نموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. 100 100. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحيات اميره ولبنى وسميره، وحيات اميره ولبنى وسميره وناديه واختها، وحيات اماني وسمر وناني، وحيات اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه؟ بس اوعى انت اوعى. واحد اثنين ثلاثه اربعه. وحيات اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف، كلهم موجودين. يعني هيروحوا فين؟ تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفه عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي جروب قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على المصنع ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرام. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي وانا ليسن تو مي.
الزمن يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجديد ده. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخليني انا في تيشرتاتي. هما ادخلي انت وانا هقابلهم. حاضر. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنحش. انا ما اقدرش اخرج الا لما باشندي يقول لي انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركت الدنيا بكملي بكملي تركت الدنيا بكملي يا بفره بفره بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في دريسي غرق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. طيب ارقص يا تانت ام نوال العينه. يا تنامي ترمطوبه يا تانت. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف المطوبه. اعتبره مربوس. حاسب الشراب هتحرق. ايه يا هارم؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا باشندي ظهر. هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتحضرها عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اطلقت. لاحظ ان كلامك جارح يا تانت. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم عودي. ايه يا هاني بتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول يتعدوا. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال تسرقونا؟ اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك ابوك يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا ناشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله سنيه. سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيب نضربها بقى. اضرب مين يا كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله الله الله. بسبوسه بدي يدوسه يدوسه شيل لبس بوسه والله لويتي وكبرتي وبقيتي عروسه. غني يا ابن المحظوظه ما انت شايل ورك فرخه وانا شايل حجل على ظهري. يا رب يتخرج يموت بقى. تيمور اتاخرت كده ليه؟ من ابويا اللي شايله على ظهري ده مرمطني. وحشتني قوي. كنت وحشتني قوي. ايه ده انت النهارده حلو قوي. ميرسي. انا امبارح كنت وحشه قوي. ايه ده شويه رومانسيه. عندنا امتحان يا معلم. خد جبت لك انبوبه امير. يلا بسرعه الامتحان والامير هيلزق النيله بقى. فين تيمور؟ ما اعرفش. فودا فين تيمور؟ Thank you.
واقف قدامك اهو اهو. قدامك شيلتي شيلتي شيلتي. كتر ايه يا معلم؟ انت عايز تبوظ عينه؟ هات له موس موس. هات شنيور يا ماشي. الناس دي يا نوال بقى انا بعت اجيب لك ميه سخنه. هتنفع؟ طب ما تجربي يا نوال الاسيتون. ايه كومبليزون؟ مين الناس؟ قومي يا قوم بره بقى. انت لازم تفتح يا تيمور. ليه؟ عشان ماما مستنياك انت وباباك بكره. وافقت ان انا اتقدم؟ ايوه. وجايه تقولي لي بعد ما تعميت؟ بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تقولش كده، هتقوم تبقى كويس قوي دلوقتي. طب هات ايدك. يلا يلا يلا. انت رايح فين؟ فين؟ مبروك يا نوال. الله يبارك فيك يا ياسمين. نوال انا هطير انا عشان ايه؟ انت فاجئتيني. عايز استعد؟ انت هتمشي ازاي بعينك دي يا عم؟ شايف بس. يلا بسرعة. يلا بينا بسرعة بسرعة. يلا. استاذة نوال مش هنا وقالت لي ما تدخليش حد. تدخليش حد؟ اوعي يا هبلة. ما شفتيهوش يا بنتي؟ وعينيه لازقة في بعضه وراح وقع على الارض. يا حبيبي صعب عليا قوي. او هكلمك تاني. انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح. بجد حاجه تقرف. ايه يا نونا مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ ياه نسيتي اللي كان بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قرا باباك وبابايا وخلاص الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا. البدله الاسره يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا. وحشه وقديمه. انت رايح تخطب تلبس البدله دي يا بابا؟ افهمني بقى يا بابا. بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك. بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك موافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعال عدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجوده النهارده. طيب كبر اهو رايح اخطب. وحشتيني يا زبيده. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانيه كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيده. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها يا بابا. هتخني انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزه. بيت يا لوزه. ايوه يا ستي. تعالي يا بيت. ايه اللي مرمى على الارض ده؟ دي ميه يا ستي. انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هتقي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بيت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليه يا معاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام احرمها من دخول الحمام. اه يا وليه دي خرب. هات يا بت هات يا بت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن كتاب الله. امسك دماغك ده واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك. اهي النتيجه اهي. رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش. مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني. عايش لوحده يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيه.
تعالي يا بنت انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. تعالي اترزي اقعدي، حطي في دماغك بقى مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقول لي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش واكل عندك بتاكل تحور اللي ياكل على نفسه. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاد يا بابا؟ بس اربع عليش. انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مره امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه روح خد لك تاكسي. انا مش رايح. انا اسف. اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10600 جنيه هتاكل منك حتة. والله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. راح فين يا نواه؟ رايحة كوافير. بابا يا ماما. مفيش سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نورنا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطالع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزق؟ ما الشارع واسع. هتلاقي أمك بجيبها لك. يا راجل يا حمار استنى عليا أنا حوريك. انت رزق ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، ما الشارع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي انت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسايق جنب. بابا مش عاجبك العربية يا شباب. بابا ما كترش في كلامك افتحي الجاكيتة. انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش في الكلام. خليك بعيد عشان الجاكيتة ما تتكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن. انا ترزح. ايه ايه انت بتدي لك على ايه؟ ايه ده 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 يا تيمور. تيمور لا كان معاه واحد قصير بس تفرح بيه. ابو يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف. تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافره بره مصر. اه لو كانت موجوده هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بامرها. خدي ورشي شويه الميه على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. مش بره. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزه؟ عامله ايه معاكي لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل. ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت. الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جايالك يا نوال. هش 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 برا 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 برا. عايزة ايه؟ مين اللي جاب بشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله، ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا احنا هنخش الزباله دي. الزباله دي انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه.
العروسة ماتت يا بابا. أول يوم ده بقى من أوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجودة، تفضلوا. أنت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم، تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش، يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده؟ ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تمام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفى الله الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه، ما حضرتك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشندي. بشندي بشندي ده بركه البيت. زي ما يا بابا عيني. يا حبيبي يا ابني، انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب، بترشوا ملح علينا ليه؟ الله، لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي، معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارب. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال، بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه؟ ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. بس دول اشطب من عيني يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما رديتيش علينا يا هارب. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم، عقبال ما يجيلك الرد تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، ابقى اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تتكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيت مجانين. احنا قاعدين في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. انا قلت والله انه لا يجوز. الوليه حماتها جديد مخها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترب عمر. اللحم حلو قوي بابا. قوي. مش بتجيبني ليه من زمان؟ هو الحاج وجوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه ايه. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نقول امها هنا؟ امها لا. نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي تاكل حته. انت عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ لا والله. راحوا فين كده بابا؟
تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي، انت والله انت متل بتكسفني. طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا يا باشا، ده لحم خرفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صبر عليا مرحوم امك، واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، ان شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني انت اكلت لوحدك؟ ما انا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي اتفضل. يوعى اتفضل. ايه ما تغرش عني انا. فودة 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 فودة. ايه وزفت ايه؟ ايه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ رئيسكم انا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فوق انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مين مين؟ بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره. وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها. وحياه اماني وسمر وناني. وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. واحد اثنين ثلاثة اربعة. وحياة اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف. كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ كلها. تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره. مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل. اه حلو قوي. يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على المصنع ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ مش فضلك تيمور مش حرامي. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرامي. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج. يو نو مي. اوكي يو وانا ليسن تو مي. وحياة أماني وسمر ويناني.
تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبستي جاكيت جدا. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلها. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنهش. مش صفاء بإيدي أنا كمان يا ماما عيب كده تفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما باشندي يقول لي انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركتن دن بجملي بجملي تركتن دن بجملي يا بفرة بفرة بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرقي جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. طيب ارقص يا تانت ام نوال العينة. حياتي النبي ترمطوبة يا تانت. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عملوا معروف المطوبة اعتبروه مربوط. حازم الشباب هتحل. ايه يا هاري حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا باشندي ظهر. هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتحضر عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لحظة ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول ايه؟ هم هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال تسرقونا؟ اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله سنيه. سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبني اضربها بره. اضربها بره. اضربني يا حبيبي. عندك ده يلا بقى. عندك يلا راجل انت ما ناخدك لك وسره. يلا يا معفن يلا. كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتني. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد باشندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول باشندي هو اللي سرق العقد؟ قاطع دراعي باللي ده اما كان باشندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت باشندي. تصدق هو باشندي؟ انتوا هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه فوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. يا بيهي. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان باشندي ضروري. باشندي ايه بقى ده وقته؟ ما صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى يا اعمى ايه مش فين قطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لمين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش؟
منتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في حاجة، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيموس؟ البت دي تلزن، نفض لنفسك يا. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه مخطوفة؟ ما تكبرش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفال اول؟ يلا قلت لك هيقطعها. هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض، عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه مش وراك ليه؟ يلا بسله فله. يلا ايه يا كابتن، في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجة، أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ طب خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. سلام. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي، ياخدوك إيه ده؟ أنت روحي افهمي، أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو. هتعمل إيه مع باشندي؟ لا باشندي ده حكايته حكاية. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تكلمش من الشارع ده، انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. اصحى سي بيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس، سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك، تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. أنا مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. لا بيت باشندي هو دوت. اخلص اخلص. حضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره، هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا، هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلع. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع، وزع، فرقوا مالي، فرقوا فرقوا. لا حول الله، بعدك شب ترى. والله حزنت عليك، والله تأثرت لي، لحظة ابكي. الله يقول لي، انت مشلول ولا رجولك منمله؟ لا اخويا مشلول، وانت واقف على رجليك. خمسه. معك فلوس وعملت مره وانا مش لاقي اللغه. خمسه. حرام عليك. اعطيله خمسه. حرام عليك. يا ذئب ياض. والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته، انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لستك 100,000. يا اخي السؤال، هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابا. يا هلا. شوف، اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين باشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلوه. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي، راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلفنيش، بقولك طلع طوال الفلوس. عم راجل قول بدهم لنا. يا عم بقولك طلع دول عهده يا ابني. تيلو خلصنا. يلا عدي.